نجي اليوم نقول التحالف أو بعض مكونات التحالف خذلت جماهيرها، نعم، لم تحقق لهم ما يريدون، نعم، مو قضية خفية ولا إصرارنا على الخطأ أن نقول لا والله، تعال عيف الأحزاب، عيف الوزارات، روح لي على المحافظات، منو بيهم ما عنده كان محافظ سواء في البصرة أو في الحلة أو في النجف؟ شنو حال البصرة؟ شايف حال أهل البصرة؟ مي المالح صابونة ما توغف به، إذا أردت تغسل وجهك يشطح وجهك، هذا حال البصرة أم النفط؟ وروح شوف الحلة أم روح شوف النهر اليهودية مليان زبايل، ما يكلف نفسه المحافظ يطلع له عمال ينظفون اليهودية والريحة والبيئة والبق والحشرات.